يعني احكي لنا قصه 150 جنيه يا كابتن، كان هيدينا 100 جنيه. والاتحاد كان بياخد، اتحاد الكوره كان بياخد 1% اللي هو قرش بتاع التذكره، التذكره بتاع التذكره كان بخمس ساغ، وكنا بنبيعها بخمس ساغ يا كابتن وببلاش للمدارس. يعني بشيلن وبنديها ببلاش للمدارس عشان يحضروا، عشان تلاقي في جمهور. فعثمان بيه قال لهم، قال لنا هنديكم 100 جنيه، وبعدين الناس زعلت شويه، فقال طب هديكم 150 جنيه وهوديكوا يعني جوله تاني في الخليج، وهوديكوا المانيا، لان كان المقاولين العرب كشركه كبيره كان ليها لينا مراكز بقى في الخليج وفي المانيا وفي انجلترا والكلام. ورحنا عملت ايه ب 150 جنيه وقتها يا كابتن؟ ال 150 جنيه والله جيت سكنت هنا بيهم يا كابتن. يعني الشقه دي انت ساكن بيهم سنه، بقى لي 52 سنه ساكن هنا. ربنا يديك 150 جنيه اكبر مكافاه من 12 جنيه عقد ل 30 جنيه في اكبر ماتشاتنا، ولا ماتش ولا بطوله دوري، ولا بنفيكا، ولا توتنهام، ولا كاس افريقيا. اكبر بركه مكان، احنا نسيت اقول لحضرتك ان احنا كان في الاسماعيلي حوشوا لنا الفلوس زي ما كلمنا في الاول، فادونا بعد الحرب امل بقى والناس اتهجرت، فقالوا اللي لعبوا اساسي ياخدوا 220 جنيه والباقي بقى حسب عدد اشتراكه في المباريات. الاعتزال كان امتى؟ الاعتزال يا كابتن انا لعبت ضد النادي الاهلي ناديه ده مرتين في حياتي. مره اللي هو 5 مايو 67 اللي هو خدنا بيه خدنا فيه البطوله ده، وكان على مين؟ مع عبد الحميد، وحتى موجود يعني ما كل ده متوثق يعني. المره الثانيه قبل الاعتزال مباشره برضو اساسي، بس كان على ملعب مختار التتش 5 مارس 72 يا كابتن، الاهلي والاسماعيلي. الماتش ده كملنا فيه الشوط الاولاني، كان الجمهور كان على بعضه ودخل الماتش الاولاني. الشوط الاولاني كان 0-0، ما كملش الماتش ونزل حتى سيد ممدوح سالم رئيس الوزراء في الوقت ده عشان نستأنف المباراه، وما قدرناش برضه من الجمهور ما استكملش المباراه، لعبنا شوط واحد بس. ده الماتشين اللي لعبتهم في حياتي ضد النادي الاهلي من ساعه بقى. واعتزلت في 72 يا كابتن. 72 ما ابتدى الدوري، ما ده كان دوري بقى، كان في الدوري كان بيعملوا دوري تجريبي عشان قبل 73 وانتظم بعد 73 بعد الحرب بقى. بعد الاعتزال حضرتك اتجهت لمجال التدريب، كان المهندس عثمان احمد عثمان برضه ليه دور ان حضرتك تكون موجود في نادي المقاولين. المهندس عثمان عثمان وكمان اخوه المهندس حسين عثمان كان هو ساعتها ماسك بقى نادي المقاولين العرب، لانه كان المهندس عثمان كان بقى نائب رئيس الوزراء للاسكان والتعمير في الفتره دي مع رئيس السادات، والمهندس حسين عثمان هو اللي مسك نادي المقاولين العرب. انا اول ما مسكت نادي في نادي المقاولين العرب بس كنت بعد الاعتزال مباشره خدت دورات بقى تدريبيه في مصر، دراسات متقدمه ايام كرامر، وبعد كده سافرت الامارات وعملت دراسات متقدمه في الليلي شول مع الان ويد وليس كوكر، تفتكر الاسماء دي بتاع. وكان عملت دراسات في انجلترا في الليلي شول، وعملت دراسات في الامارات برضو تحت اشراف اللجنه الاولمبيه الدوليه. مسكت انديه كتيره جدا في الامارات، منها منتخب الناشئين مع دور ريفي تحت 16 سنه، وبعدين عملنا نتائج متميزه جدا مع نادي الشباب دبي، ونادي عجمان في عجمان، ونادي العين في العين، ونادي دبل الفجيره. وبعد كده في النص كنت قطعت عشان اجي نادي المقاولين، استدعوني نادي المقاولين العرب، ومسكت مدير جهاز الكره الفريق الاول ايام العصر الذهبي لما كانوا ابتدوا خدوا بطوله افريقيا 85 والدوري كان معايا بقى العصر اللي كان فيه بيل انطوان و